المزمور الثالث، صلاة الباري المتألم. يا رب، لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه. أما أنت يا رب فناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني، فلا أخاف من ربوات الشعوب المحيطين بي من حولي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل من يعاديني بلا سبب. أسنان الخطأة سحقت، للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. آمين.